أثناء هذا الوفد الذي قدم بشقيه البريطاني من تجمع الأطباء من أجل فلسطين في أوروبا والميد يوروب فرع بريطانيا ولجنة دعم القطاع الصحي في نقابة الأطباء الأردنيين، هو وفد مميز حقيقة. بينما اختارت الناس أن تقضي إجازاتها في الأعياد وفي رأس السنة على شواطئ الاستجمام، اختارت هذه النخبة المميزة أن تقضي إجازتها في خدمة أهل غزة وتستمتع بمنظر البحر على شاطئ غزة، هذا البحر الذي حرب منه أهل غزة والبوارج الإسرائيلية على برمى العين التي تقوم بالقصف كيفما يشاء لها في ظل الحصار الغاشم والعدوان الظالم على الذي استمر يعني 63 سنة والحصار الذي استمر عدة سنوات جائرة. هذا الوفد مكون من 11 طبيب وخبير تعويضات صناعية وفني تخدير، ويضم الوفد طبيب قلب وطبيب أمراض غدد الصماء وباطنية وجراح قلب وجراحين أوعية دموية وزراعة كلى وجراحين جراحة عامة وجراحة مناظير وجراحين كبد وبنكرياس. والحقيقة الوفد يعني هو أغلبه يحضر للمرة الرابعة والخامسة، فكما قلت بالرغم من أنهم أطباء ومعالجين هم مصابين بمرض مزمن لا شفاء منه، وهو حب أهل غزة وحب خدمة أهل أبناء شعبنا في القطاع وأخواتنا وأخواننا في قطاع غزة. تواصلنا مع الكوادر المحلية هو تواصل ممتاز، وكما قلت أنا يعني هو مجتمع غزة إذا توفرت له الإمكانيات ورفع عنه الحصار ليس بحاجة إلى أحد، هو ليس مجتمع صدقات. المشكلة الرئيسية هي الحصار، وكما نعلم أن المجتمع الغزي هو مجتمع متعلم، نسبة التعليم فيه 93% وهي أعلى نسبة في العالم العربي على الإطلاق، ومجتمع منتج بمزارعيه الأشداء وبصناعاته الخفيفة التي تدك يوميا بطائرات القصف الإسرائيلية، ومجتمع يعيش تحت الحصار من عدة سنوات ومع ذلك بقاءه معجز وانتخاب حكومته الشرعية معجز ووجود قطاع طبي يقدم الخدمات لأهل القطاع هو إعجاز فوق إعجاز فوق إعجاز. فحقيقة الحمد لله رب العالمين، يعني فوجئنا بالتطور اللي حاصل في الخدمات، ومنها مركز جراحة القلب اللي سهبنا في إنشاؤه أجرى 500 عملية خلال السنوات الماضية، وإحنا معنا جراح في القلب، وأنا أتكلم الآن يجري أيضا عملية جراحة قلب، جراحي الأوعية الدموية والزراعة الكلى أعدوا دراسة كاملة ستناقش مع وزارة الصحة ومع الجامعة بصدد إنشاء مركز لزراعة الكلى في غزة. وكما قلت الصعوبة الوحيدة في هذا الموضوع هو الحصار، لأنه أدوية نقص المناعة والأدوية المضادة للتجلط أحيانا تنقص مما يؤدي إلى الخوف من رفض الجسم للكلية المزروعة، وذلك نقص أدوية اللي هي المضادة للمناعة تنزل بكل إنسان يزرع الكلية. الأهل في غزة يعني استضافونا بكرم يفوق الوصف كعادتهم، ونحن سعداء جدا بوجودنا في بين أبنائنا وإخواننا في قطاع غزة. والوفد بعضه سيقضي نصفه سيقضي أسبوع ونصفه سيقضي أسبوعين. إحنا هدفنا الحقيقة أهم من قضية الحلول العاجلة بإجراء بعض العمليات النادرة ورؤية المرضى، وكان هذا ببرنامج مسبق منظم حقيقة، يعني المرضى والعمليات معدة، وكانت همة الوفد أنه في يوم العطلة يوم الأحد يعني استدعيت كوادر التبريد المحلية وقمنا بإجراء العمليات حتى في يوم العطلة وهو اليوم التالي لوصولنا. يعني وصلنا السبت مساء إلى حد كنا بنشتغل عمليات في مستشفى الشفاء وفي مستشفيات أخرى. أيضا برضا معنا جراح العيون الدكتور هيثم البكري، وهو يعني يجري عملياته يوميا وله عيادة في مستشفيات العيون في القطاع. الأمر الثاني أنه كما قلت الهدف هو التنمية المستدامة في القطاع الصحي، يعني إحنا نرغب في إجراء وتدريب الكوادر المحلية على أساس أنه يكون مركز زراعة الكلى حتى يعني تتخلص غزة من حاجة تحويلهم إلى الخارج، وحتى الكوادر المحلية تقوم بخدمة أهل القطاع، ويكون هذا يعني قاعدة مستديمة لإدامة هذا التعاون الصحي بين تلك الوفود التي ستتكرر. وكما قلت هي وفود مدمنة لحب أهل غزة، بعضهم للمرة الرابعة والخامسة، وكثير منهم قادم بعد شهرين أيضا لاستكمال الموضوع واستكمال الدراسات بشأن مركز زراعة الكلى والجراحات الأخرى. يعني كما أقول للأوروبيين يعني في بريطانيا أو للبريطانيين إنه غزة أشد أمانا من مانشستر التي نعيش فيها. إحنا يعني لحظة تجولنا في المدينة وتجولنا ليلا على الشاطئ، الحمد لله رب العالمين الأمن والأمان متوفر،
والابتسام على وجوه أهل غزة بالرغم من كل المصاعب الاقتصادية. نرجو الله سبحانه وتعالى أن تفي الدول المعنية بقضايا قروض الإعمار وبقضايا قروض الإسكان، لأنه إحنا نعتقد أنه هذه مشكلة رئيسية في قطاع غزة. الناس التي هدمت بيوتهم على رؤوسهم قبل 3 سنوات، بعضهم لا يزال يعيش في العراء، وهذه الحقيقة جريمة في حق الإسلام وجريمة في حق الإنسانية كاملة، أن هؤلاء الناس يعيشون بغير ذنب لا في العراء، وأطفالهم يعني البرد الذي في الشتاء في غزة في الليل لا يتحمله أحد، عجائز وأطفال في سن السنة والسنتين تحت هذه الظروف المتعرضين للعوامل الطقس الخارجية. هذا لا يجوز، يعني تحت يعني إذا كان في مسلم في عنده ذرة من الإيمان والإخلاص لا يجوز أن يبقى. هذا ويجب أن يطالب حكوماتهم ويضغطوا على حكوماتهم بس بالالتزام بما هم تعهدوا به من أجل خدمة القطاع الإسكاني والقطاع الصحي في غزة. التنظيم وال يعني حتى المرور، حتى تنظيم المرور في غزة يفوق التنظيم في معظم العواصم الدول العربية، وحتى نظافة الشوارع في غزة تفوق النظافة في معظم شوارع الدول العربية. وأما القطاع الإعلامي يعني إحنا تعبنا من إجراء المقابلات ومن إجراء هذا، نتيجة الحقيقة النشاط ليتميز به شباب الإعلام في قطاع غزة وإرسال صورتهم للخارج، صورة ما يعانيه القطاع للخارج.